بقى انتوا دي بتنقلوا الاثار دي ازاي بقى، ولا يعني التمثال دي ازاي دول بتتعاملوا معاه ازاي؟ النقل بقى والتجهيزات والامكانيات بتاعه المنطقه. انت شغال فيديو؟ اه يعني نتكلم يعني. اتفضل. الاستقبال هنا في الاول بالنسبه للاثار الثقيله بتيجي القطع الاثريه من مناطق مختلفه، سواء من المتحف المصري او من صفارة او من الهرم او من الاسكندريه. تمام. اقول ماشي. طبعا بنكون احنا عاملين تجهيزات للاستقبال. بتيجي العجب، بتيجي طبعا قطع على اتفضل معاك، بتيجي على سيارات ماشي خاصه بمجلس الاثار ماشي، وبعدين بنقوم بعمليه